بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. وقوله تعالى: كرام بررة، أي خلقهم كريم، خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثنا هشام عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني يقرأه جيداً مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. فينبغي أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم. أخرجه الجماعة من طريق قتادة به رحمهم الله. قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الحمد لله. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ذامًا لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: قتل الإنسان، لعن الإنسان، أي الكافر. وكذا قال أبو مالك رحمه الله: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جرير رحمه الله: ما أكفره، ما أشد كفره. وقال ابن جرير رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. سبحان الله العظيم. وقوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره. قال ابن جرير رحمه الله: يقول كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر، من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقض ما أمره، يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو وابن أبي حاتم رحمه الله من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله قوله: كلا لما يقضي ما أمره. قال: لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله بنحو من هذا، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه. كلا لما يقضي ما أمره، أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم مما كتب تعالى له أن سيوجد، أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا. وقد أمر به تعالى كونًا وقدرًا،
فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم جل وعلا. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن وهب بن منبه رحمه الله قال: قال عزير عليه السلام: قال الملك الذي جاءني: فإن القبور هي بطن الأرض، وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها، ولفظت الأرض ما في جوفها، أي ألقت ما في جوفها، وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظامًا بالية وترابًا متمزقًا. أن صببنا الماء صبًّا، أي أنزلناه من السماء على الأرض، ثم شققنا الأرض شقًّا، أي أسكناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها، فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبًّا وعنبًا وقضبًا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبةً. القضب هي الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبةً، ويقال لها القت أيضًا. قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك والسدي رحمهم الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: القضب العلف، أي علف الدواب. وزيتونا وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم، ويستصبح به يعني يوقد به الضوء ويدهن به، أي زيت الزيتون. ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل، وحدائق غلبا، أي بساتين. قال الحسن وقتادة رحمهم الله: غلبا نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: غلبا الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحدائق غلبا، أي طوال. وقال عكرمة رحمه الله: غلبا، أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وأنشد ابن جرير رحمه الله للفرزدق: عوى فأثار أغلب ضيغميا، فويل ابن مراغة ما استثار. وقوله: وفاكهة وأبا. أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، يعني العلف. وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم، الأب الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك رحمهم الله: الأب الكلأ الذي يأكله الدواب. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد رحمهم الله: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء رحمه الله: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب،
وقال الضحاك رحمه الله: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. وقال ابن إدريس رحمه الله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأب نبت نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، يعني العلف. الحمد لله. وقال ابن إنعم ورواه ابن جرير رحمه الله من ثلاث طرق عن ابن إدريس، ثم قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عدى ابن عباس رضي الله عنهما وقال: الأب ما أنبتت الأرض للأنعام. هذا لفظ أبي كريب. وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. الحمد لله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأب الكلى والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد رحمهم الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: حدثنا محمد بن يزيد حدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقطع أن سقط منه راوي بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه. فأما ما رواه ابن جرير رحمه الله حيث قال: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية: وفاكهة وأبا، قال: عرفنا ما الفاكهة فما الأب؟ فقال لعمر: فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. وتقدم على كل حال الأب هو الكلاء الذي تأكله الدواب، لأن الله تعالى قال: متاعا لكم ولأنعامكم، فالكلاء للأنعام. الحمد لله. هذا من فضل الله قوت لنا ولأنعامنا، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فهذا إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس رضي الله عنه به، هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، الأب من نبات الأرض، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الحمد لله. وقوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. الحمد لله. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم الطبنا يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. عياذا بالله من الكفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير:
رحمه الله، لعله اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي رحمه الله: الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال عكرمة رحمه الله: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل، نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطعت. فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. الله أكبر، الله أكبر. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير، فيقول له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي ما أيسر ما طلب، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللهم ارحمنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. فعلينا أن نتذكر ذلك اليوم ونتوب إلى الله ونجتهد في الأعمال الصالحة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم، إذا طلب إلى كل من أولي العزم من الرسل أن يشفع عند الله في الخلائق، يقول: نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي. حتى أن عيسى ابن مريم عليهم السلام يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم عليها السلام التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللهم ارحمنا، اللهم ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال قتادة رحمه الله: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم، أي كل يفر من الآخر. وقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا الوليد بن الصالح، حدثنا ثابت أبو زيد العباداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة بلا نعل، عراة بلا ثياب، مشاة على الأقدام، غرلا أي غير مختونين. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. ما أحد ينظر إلى عورة أحد، الأمر شديد. اللهم ارحمنا واعف عنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. فعلينا أن نتذكر ذلك ونتوب إلى الله ونجتهد في العمل الصالح.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الله أكبر. وقد رواه النسائي رحمه الله منفردا به عن أبي داود عن عارم عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد الأحول البصري أحد الثقات رحمهم الله عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقد رواه الترمذي رحمه الله عن عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلان، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله أكبر. ثم قال الترمذي رحمه الله: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال النسائي رحمه الله: أخبرني عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انفرد به النسائي رحمه الله من هذا الوجه. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أزهر بن حاتم، حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك، إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. فقال: إن كان عندي منه علم. قالت: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت: يا نبي الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك، حفاة عراة. قالت: وسوءتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك التسألين؟ إنه قد نزل علي آية: لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت: أية آية هي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله أكبر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال البغوي رحمه الله في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم التغلبي، أخبرني الحسين بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياش، عن عطاء بن يسار، عن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت: يا رسول الله، وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: قد شغل الناس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وهكذا رواه ابن أبي حاتم، وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث المروزي عن الفضل بن موسى به. ولكن قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: عائد ابن شريح ضعيف، وحديثي حديثه ضعف. وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا منهم.
أن يكون الناس هنالك فريقين، وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من سرور قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد، وهم الكفار، أجارنا الله من الكفر. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال: فهو قوله: ووجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه، عياذا بالله. وقوله: أولئك هم الكفرة الفجرة أي الكفر قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعوذ بالله من الكفر وأهله. تفسير سورة التكوير وهي مكية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن بحير القاص أي الواعظ أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فالله ذكر فيها حال يوم القيامة. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا رواه الترمذي رحمه الله عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا الشمس كورت يعني أظلمت. وقال العوفي رحمه الله عنه: ذهبت. وقال مجاهد رحمه الله: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك رحمه الله. وقال قتادة رحمه الله: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: كورت غورت. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله: كورت يعني رمي بها. وقال أبو صالح رحمه الله: كورت ألقيت. وعنه أيضا: نكست. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: تقع في الأرض. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكاره وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض. ومعنى قوله كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها.
الله أكبر. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي، حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا الشمس كورت قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحاً دبوراً فتضرمها ناراً. وكذا قال عمرو الشعبي رحمه الله. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن ابن يزيد ابن أبي مريم عن أبيه رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله: إذا الشمس كورت قال: كورت في جهنم. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، حدثنا درست بن زياد، حدثنا يزيد الرقاشي، حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. هذا حديث ضعيف، لأن يزيد الرقاشي ضعيف، والذي رواه البخاري رحمه الله في الصحيح بدون هذه الزيادة. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز ابن المختار، حدثنا عبد الله الداناج، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري رحمه الله وهذا لفظه، وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق، وكان جديراً أن يذكره هاهنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله رحمه الله. وقد رواه البزار فجود إراده فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد، مسجد الكوفة، وجاء الحسن رحمه الله فجلس إليه فحدث قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن رحمه الله: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه؟ قال: وما ذنبهما؟ ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا من هذا الوجه، ولم يروى عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وقوله عز وجل: وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، وأصل الانكدار الانصباب. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت قال: اختلطت، وإذا العشار عطلت قال: أهملها أهلها. العشار الناقة الحامل، أهملها أهلها من الفزع ومن الهول. وإذا البحار سجرت قال: قالت الجن: نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة
إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا. قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. اللهم ارحمنا وحسن خواتيمنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن جرير رحمه الله وهذا لفظه، وابن أبي حاتم رحمه الله ببعضه، وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك رحمهم الله في قوله: وإذا النجوم انكدرت، أي تناثرت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا النجوم انكدرت، أي تغيرت. وقال يزيد ابن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا النجوم انكدرت، قال: انكدرت في جهنم، وكل من عبد ما عبد وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم، إلا ما كان من عيسى وأمه عليهم السلام، ولو رضي أن يعبد لدخلاها، ولكنهما لم يرضيا بذلك. رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم رحمه الله. وقوله عز وجل: وإذا الجبال سيرت، أي زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعا صفصفا. وقوله: وإذا العشار عطلت، قال عكرمة ومجاهد رحمهم الله: عشار الإبل، الناقة الحامل لها 10 أشهر. قال مجاهد: عطلت، تركت وسبيت وسيبت من الهول. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه والضحاك: أهملها أهلها رحمه الله. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله: لم تحلب ولم تصر، تخلى عنها أربابها من الهول. وقال الضحاك رحمه الله: تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها، والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدها عشراء، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك، ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار: إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا. وقد قيل: إنها الأرض التي تعشر. وقيل: إنها الديار التي كانت تسكن تعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة، ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: بل لا يعرف عن السلف والأئمة رضي الله عنهما سواه. العشار أي الإبل الناقة الحامل، والله أعلم. وقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الله أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحشر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد رحمهم الله، وكذا قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة رحمه الله: حشرها موتها. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني علي بن مسلم الطوسي، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا الوحوش حشرت،
قال: حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت، غيره الغير الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم رحمهم الله: وإذا الوحوش حشرت، قال: أتى عليها أمر الله؟ قال سفيان: قال أبي، فذكرته لعكرمة، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير رحمه الله: والأولى قول من قال حشرت جمعت. قال الله تعالى: والطير محشورة، أي مجموعة. وقوله تعالى: وإذا البحار سجرت. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علي عن داود عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا، والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت، مخففة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: يرسل الله عليها الدبور، الريح الدبور، فتسعرها وتصير نارا تأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله: والبحر المسجور. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد، حدثنا أبو طاهر، حدثني عبد الجبار ابن سليمان أبو سليمان النفاط، شيخ صالح يشبه مالك بن أنس رحمه الله، عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة، يعني بحر الروم، وسط الأرض، والأنهار كلها تصب فيه، والبحر الكبير يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس، فإذا كان يوم القيامة أسجر. وهذا أثر غريب عجيب. وفي سنن أبي داود رحمه الله: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، أي مجاهد في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وقال مجاهد والحسن بن مسلم رحمهم الله: سجرت، أوقدت. وقال الحسن رحمه الله: يبست. وقال الضحاك وقتادة رحمهم الله: غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضا رحمه الله: سجرت، فجرت. وقال السدي رحمه الله: فتحت وسيرت. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله: سجرت، فاضت. وقوله عز وجل: وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكر إلى نظيره، كقوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت، قال: الضرباء، يعني الأشكال، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن الله عز وجل يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال: هم الضرباء، يعني الأشباه المتشابهون. ثم رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من طرق أخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقرأ: وإذا النفوس زوجت، فقال: تزوجها أن تؤلف
كل شيعة إلى شيعته، أي كل نوع على مثله. وفي رواية: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار، اللهم أجرنا من النار. وفي رواية عن النعمان رضي الله عنه قال: سئل عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت؟ فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة، والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والمقربون. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: وإذا النفوس زوجت، قال: الأمثال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير رحمهم الله، وهو الصحيح. قول آخر في قوله وإذا النفوس زوجت، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سوار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين، ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلية من الإنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض قد نبتوا. ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد، فذلك قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا رحمهم الله في قوله وإذا النفوس زوجت، أي زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين، وزوج الكافرون بالشياطين، حكاه القرطبي رحمه الله في التذكرة. وقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قراءة الجمهور: سئلت. والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، نعوذ بالله. أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت المرأة بنت يقتلون البنت، نعوذ بالله نعوذ بالله. فيوم القيامة تسأل الموءودة توبيخا لمن وأدها، فيقوم القيامة فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها. فإذا سئل المظلوم: فما ظن الظالم إذن؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا الموءودة سئلت، أي سألت. وكذا قال أبو الضحى: سألت، أي طلبت بدمها. وعن السدي وقتادة رحمهم الله مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة، فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها أخت عكاشة رضي الله عنه، قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا،
الغيلة أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع. إذا جامع الرجل زوجته وهي مرضعة سمى غيلة، فأراد النهي ولكن لم ينهى. ثم سألوه عن العزم وهو أن يجامع الرجل وقبل خروج المني يخرج المني خارج الفرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي وهو الموؤود سئلت، يعني الذي يخرج المني خارج الفرج خوفا من الحمل، فهذا مثل الوأد. رواه مسلم، ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، ورواه أيضا ابن ماجه رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب، ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث مالك ابن أنس رحمه الله ثلاثتهم عن أبي الأسود رحمه الله به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة ابن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة رحمها الله كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها؟ قال: لا، الكافر عمله مردود لا شيء له، وقد ينعم في الدنيا، أما في الآخرة عمله لا قيمة له. قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها.